أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو صادم لمحبي ومتابعي دنيا سطيفية، البلوجر الجزائرية المعروفة التي تنشر مقاطع فيديو خاصة بالروتين اليومي لأعمال المنزلية، حيث تصدر فيديو موقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك عن مقطع فاضح لها. بالبحث عنه لم يجده الكثير، لكن البعض يؤكد أن هناك مقطع فيديو لها فاضح قد تسرب لها لضرب سمعتها. حتى الآن لم نتأكد من صحة الخبر، لكن هذا هو ما هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. سنوفيكم بالمزيد عندما يرد الجديد بالتأكيد. فابقوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لدعمكم المستمر وحسن متابعتكم، في انتظاركم في قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا على الدوام، ونشكركم مرة أخرى من جديد.